بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على مصباح الزمان ورسول الله الملك العلام، خير من صام وقام وطاف من بيت الحرام. أيها المجتمع الكريم، تلاوة قرآنية مباركة وقوة على لسان حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ ولي محمد عبيد، القارئ والمهيب بمركز مدينة سيف النوار. ندعو الله له بالتوفيق وحسن التلاوة، ولنا ولكم وحسن الاستماع. إن الله ولي ذلك وهو القادر عليه. والذين
حماة وبينهم روحنا
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع يعجب الزرع ليغيظ بهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم بسم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله يا
واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله سميع عليم ولا تجأروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لهم مغفرة وأجر عظيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والسماء إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافئ
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
الله أكبر. ولله الحمد. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض
مضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه. فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه. فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها ورتلها على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عبوة، القارئ والمقيم بمركز مدينة سرس الأول، وكان معكم وبتوفيق من عند الله الهندسة الصوتية والأنوار الكهربائية بالاشتراك مع المعرض الفني للفراشة الحديثة الكبرى. تطلب من محلاتكم الكبرى محلات علاء رمضان عامر إدارة هاني رمضان عامر المقيم به. أيها الأخوة المعزين الكرام، تقبل الله عزاءكم جميعا ورحم الله الفقيدة برحمته وتجاوز عن سوءاتها وألهم أهل الصبر والسلوان، وهذه سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. والسلام عليكم ورحمة الله.